قبل العام 1970، أي قبل صدور القرار ذي الرقم 105، كان للبهائيين مراكز ثقافية ودينية في العراق. فهل يسمح لهم بافتتاح هكذا مراكز حالياً في ظل استمرار نفاذ القانون؟ وماذا بخصوص إقليم كردستان؟ وهل للبهائيين أي نشاط سياسي، سيما وأن دينهم يحرم عليهم دخول معترك السياسة؟ عانى البهائيون على مدى نصف قرن من تداعيات القانون ذي الرقم 105 والصادر في سنة 1970، والذي حرمهم من الاعتراف بديانتهم ومنع عنهم النشاط البهائي، إضافة إلى حل جميع مؤسساتهم الدينية والمدنية وهدم بعضها، فضلاً عن مصادرة ممتلكاتهم المنقولة وغير المنقولة سواء في العاصمة بغداد أو في محافظات أخرى. أغلبية الأملاك اللي صادرت للمكون البهائي هي فترة حكم يعني صدام حسين، كانت من ضمنها يعني البيت الكبير اللي كان يقيم به حضرة بهاء الله، ذاك يعني صادروه وحولوه إلى مركز أمني يعني حاكمية سوى، فأكو بيوت صادرت الأغلبية في بغداد. هيئة نزاعات الملكية التي تشكلت بعد عام 2003 بقرار من مجلس الحكم العراقي أعادت بعض أملاك البهائيين المصادرة بقرار محكمة الثورة المنحل، وخاصة الدور السكنية. والله أكو أملاك مصادرة، يمكن أنا ما عندي بالضبط معلومات دقيقة هي وين أكو، يعني أعرف في بغداد، في أيضا في أكو في المحافظات كانت مصادرة، بس بعد 2003 يعني بدأ العمل عليها من فريق من المحامين، وأيضا بمساعدة من هواية من الشخصيات الخيرة في العراق، وتقريبا أكثرها أو معظمها تم استرجاعها. لا تزال هناك تحديات ومنذ الفترة السابقة ولقانون 105، واللي هو أنه يشمل أتباع الديانة البهائية اللي أنه تسجيلهم كبهائيين في القيود الرسمية، ولكن صراحة الأعمال جارية ومستمرة، والمجتمع المدني وبصورة رسمية يسعون في إزالة هذا القانون. لا يمتلك البهائيون مدارس خاصة بهم في العراق ولا مراكز ثقافية أو دينية يمارسون فيها نشاطاتهم، باستثناء إقليم كردستان الذي يضم مركزاً ثقافياً وحيداً، وهي جمعية المجلس البهائي التي تتخذ من العاصمة أربيل مقراً لها، وله أعضاء في جميع محافظات الإقليم. مركز الثقافي يعني نقدر نأخذ بنظر الاعتبار وكأنه هو مركز ثقافي. هسه حضرتك الآن أنت ضيف على بناية المقر المجلس البهائي اللي هو جزء من اعتراف حكومة إقليم كردستان، بين هذا هو البهائي سنتر، مكان ممكن تلاحظه مكان على قدر محدود يقدر يستقبل فعاليات، جلسات دعاء، احتفالات بالأعياد، ولو احنا مثلا احتفالية بهائي إقليم كردستان قبل سنتين في 2017 صار في قاعة سعد عبد الله، وحضروا السادة وزراء، ممثلي الحكومة، ممثلي بقية الأديان. لديهم مركز خاص لهم، ولديهم هيئات في مناطق مختلفة في إقليم كردستان، ويتمتعون بكافة الحقوق والحرية في كردستان، ونحن نساعدهم كباحثين وكمسؤولين في حكومة كردستان. نحن ساعدناهم ونساعدهم كما ساعدنا المسيحيين والإزيديين وبقية الأديان الأخرى. أما عن الحياة السياسية للبهائيين فليس لديهم أي تحرك باتجاه تشكيل أحزاب سياسية والمشاركة في انتخابات نيابية سواء في مجلس النواب العراقي أو برلمان إقليم كردستان، وربما تعود الأسباب إلى قلة نفوسهم مقارنة بباقي بعض المكونات التي خصصت لها مقاعد كوتا على الصعيدين النيابي والحكومي في بغداد وأربيل.
وفي المناصب الحكومية لم يتبوأ أحد منهم منصباً رفيعاً في الحكومات العراقية المتعاقبة التي تشكلت بعد عام 2003 سوى ممثل في وزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان. الواقع البهائيين شرعاً ممنوعين من الانتساب للأحزاب السياسية، لكن لا يزدرون الساسة ويعتقدون أن الحكم يمشي بالساسة، هم مشاركين في صنع السياسات العامة ومتحاورين ويحضرون لجلسات البرلمان والمناقشة، لكن لا يتبوؤون حاليا مناصب سياسية. وبما أن البرلمانات لحد الآن هي سياسية، البهائيين في كل العالم وليسوا فقط في الشرق أو في العراق أو في المنطقة العربية الإسلامية، في كل العالم لا يتداخلون بالسياسة لكن يهمهم مجتمعاتهم ويعملون على خدمتها. احنا عندنا مشاركات فعالة في القرارات وصناعة القرارات في البلد والانخراط بها، ومشاركات في جميع فضاءات السلم المجتمعي، هاي موجودة الحمد لله في مجتمع العراق بشكل عام وفي كردستان ايضا بشكل خاص، يعني بصفتنا من ممثلين كردستان فاحنا نشهد على هاي الفضاءات اللي البهائيين مشتركين طبعا سوية مع كافة المكونات الدينية. ولكن الاصطفاف الحزبي في البهائية هو غير جائز، ممنوع في البهائية، غير جائز. يعني غير جائز في البهائية الاصطفاف الحزبي، فبسبب انه حاليا التمثيل السياسي في العراق هو أكثر أو هو في الواقع هو كله مبني على أساس اصطفاف حزبي، فلهذا السبب البهائيين ما لهم حاليا وجود في البرلمان أو في وجود سياسي بسبب يعني أصلا رفضهم للاصطفاف الحزبي.